حاجة بالنسبة لنا مهمة جدا 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 جدا، وعشان كده دايما وانا بحكي مع حضراتكم بحاول ان انا اجيب قصص انا عشتها، عشان لما باجي اتكلم الناس بتقول لي انا بحس ان انت وانت بتتكلم بتتكلم من قلبك. لان انا لما بحكي قصة بحكيها حصلت معايا انا شخصيا، انا وانا داخل النادي كده شفت ايه الناس اللي في القاعدين في الجنينة، واعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي، وضيوفهم اللي كانوا موجودين ساعتها، وبنعدي وبنسلم. انا بتعدي لحضراتكم عارفين اللي بيركن الناحيه الثانيه عند الكورنيش ورا، بيركن وبتخش من البوابه اللي هناك، بتعدي على الجنينه وبتفضل ماشي ماشي لغايه لما توصل الملعب. فده كان اول لقاء ليا بجمهور النادي الاهلي، كانت حاجه ممتعه جدا وحاجه جميله جدا. وساعتها فقط اكتشفت لماذا ينفرد النادي الاهلي بهذه الخاصيه المهمه جدا جدا جدا، وهي خاصيه الفوز بالبطولات. جينات البطولات هي سر انتصار النادي الأهلي.